بسم الله. ربنا اشرح صدورنا وبيض وجوهنا يا منعم يا عظيم يا قدير. ولا يحسبن، ما يمشيش يبك كو سي جون لا نكرو با اسكي اي ابارون، خاطر لي زابارونس سون ترومبوز. جيقول ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. يمشيش يظنوا اللي تأجيل التنفيذ العقوبة هو ما لا عدا علامة رضا المولى، ولا مش موجود، بما انه مش موجود احنا نعملوا اللي نحبوا ما ياتينا بلا. هذا تفكير خامش، تفكير ينم على جهل، جهل عميق لهؤلاء الذين يدعون الإسلام وهم أعداؤهم لا يشعرون ومورطين بنكرانكم للدين هذايا، وتلصقوا بأرواحكم باش تغدرونا وتكونوا جواسيس علينا، وما تفرطوش في أي فرصة لضعفنا أو إلى قطع دابيرنا. نعود إن شاء الله.